احنا من سنة 11 لليوم حروب داعش والغبراء في المنطقة العربية. صح؟ صحيح. حروب داعش والغبراء مين عملها؟ اقتتال داخلي. ايه شو الاقتتال؟ مشاكل. ايه صناعة أمريكية صهيونية تحت شعار الربيع العربي. واحنا بنفتخر الوحيدين اللي قلنا هذا مش ربيع عربي. قلنا ولا لا؟ حتى مع أنظمة عربية كنا على خلاف معها تصنف فيها انتبهوا. لشنو بهمنا هاي الدول ما تتدمر؟ ما طلب فيه بن غوريون في 54 ليست قوة إسرائيل في قنبلتها النووية، قوتها في تفتيت الكيانات الثلاث المحيطة بها، العراق، سوريا، مصر. وانت بتعرف شو صار في الدول الثلاث، وشو صار في اليمن، وشو صار في ليبيا، شو اللي قاعد برجي؟ مش تفتيت للأمة؟ مزبوط ولا لا؟ صحيح. أنا برأيي أمريكا تعادينا، تنافس إسرائيل في العداء لنا، مش للفلسطينيين، للعرب عموما. يريدوا تكريس إسرائيل الكبرى، نهب الثروات العربية، يبتزوها ابتزاز يمنعوا الأمة العربية من التطور والتقدم والتنمية. كلك إني أنا بحميكم بدكم تدفعوا، مش هيك بحكي ترامب؟ صحيح. أنا بتواجد في الخليج. طب ليش بوتروا في الخليج؟ ليش توتير الوضع في الخليج؟ مشان تخلي دول الخليج ادفعوا وإلا منترككم. وإحنا حتى طريقة أمريكا في خلق عدو يحطوا إيران محل إسرائيل، إحنا ما بنقبل.